اللانش بوكس مسلسل يومي ابطاله الام والطفل لمده 365 على مدار السنه. ايه الحاجات اللي تعمليها في اللانش بوكس؟ ايه الحاجات اللي ما تعمليهاش؟ ده موضوعنا النهارده. اختاري الاحجام المناسبه من اللانش بوكس لطفلك. اختاري العلب الصغيره، بلاش تروحي للعلب الكبيره. حاولي دايما في اللانش بوكس تحطي ادوات صحيه. ابعدي تماما عن السكاكين والحاجات الحاده. ابعدي تماما عن الاسياخ الخشبيه واستبدليها بحاجات بالبلاستيك، ويستحسن تكون كمان السياخ بلاستيك او شيلي لها الحته المسننه الحاده اللي بتبقى فوق. دايما حطي لطفلك مناديل او وايبس مبلوله في الشنطه بتاعته، وشجعيه ان هو يغسل ايديه دايما قبل الاكل. حاولي تستخدمي البرطمانات الصغيره اللي بتفضل عندك في المطبخ وعيدي تدويرها، واستخدميها في الغموس والصلصات اللي بتبعتيها في اللانش بوكس. بعض المواد الغذائية مرفوضة تماما في اللانش بوكس، زي البيض المسلوق، الشوكولاتة، المعلبات والمصنعات. بالعكس، شجعي طفلك على الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بالخصوص. الكميات الكبيرة من الأكل صدقيني هتخلي اللانش بوكس يرجع فيه بواقي، وطبعا هتضطري ترمي كل الأكل ده لأنه هيبوظ من رحلة الرايح والجاي بتاعة طفلك في المدرسة. ما تنسيش إن اللانش بوكس لازم يكون فيه وجبة متكاملة، حاجة حادقة وحاجة حلوة ومشروب. السوائل ضرورية جدا زي الحليب والعصائر الطبيعية والمية. ابعدي تماما عن المشروبات الغازية والعصائر المصنعة. بلاش المايونيز لطفلك في الساندويتشات، ممكن تستبدليها بالزبدة او حتى الجبن الكريمي. ميكراسيا بتمنى لكم وعندي راسي سعيد مزيد من النجاح والتألق، يا رب يحفظ احبابكم.